زي ما مهم جدا ان احنا يبقى في عندنا متطوعين كتير في مصر، وده اللي حاصل. 80,000 متطوع ان شاء الله وبامر الله هيحضروا مبادرة كتف في كتف يوم الجمعة الجاي. طب ايه حكاية يوم الجمعة؟ خلونا ناخد معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور نهى طلعت عبد القوي، امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. اهلا بيك يا دكتور نهى. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه حكاية يوم الجمعة الجاي يا دكتور نهى؟ كل الدنيا دلوقتي، كل مصر بتتكلم على يوم الجمعة الجاي. يعني ان شاء الله يبقى يوم خير ويوم كله كده طاقه ايجابيه. احنا الحقيقه بنتكلم عن جهود من الاف او مئات الالاف من الشباب المتطوع بقالهم اكتر من سنه، الحقيقه كتفهم في كتف بعض وكتفهم في كتف يعني كل الجمعيات الشريكه اللي موجوده معانا على الارض وكل الجهات التنفيذيه. ويعني الحقيقه احنا السنه اللي فاتت دي لو النهارده بنتكلم انه مر سنه على التحالف الوطني العمل الاهلي التنموي، فيمكن الاكثر مشهد كان مسيطر على العمل خلال هذا العام هو فكره ان احنا كتفنا في كتف بعض، فكره التشبيك والتحالف وان احنا كلنا ايد واحده اشتغلنا مع بعض. عدينا بحاجات كتير جدا ما كناش نتخيل الحقيقه ان احنا هنعرف نعملها سوا، ونبقى على كل هذا التوافق وكل يعني كل الانسجام اللي حصل ما بين الجمعيات والمتطوعين على الارض عشان خدمه اهالينا في كل مكان. الحقيقه هو ده المفهوم اللي طلع منه فكره كتف في كتف. كتف في كتف هي الحقيقه مبادره هدفها بالاساس هو تقديم الدعم الغذائي لاهالينا في كل مكان في مصر. وده كان يمكن بيحصل بشكل نمطي السنين اللي فاتت، بس كل جمعيه عندها مجموعه من المستهدفات، عندها ميزانيه معينه بترصدها لتقديم كراتين مواد غذائيه او كروت بطاقات يعني تموينيه يشتروا بيها احتياجاتهم، وكل حد كان بيعمل ده بشكل منفرد. الحقيقه بعد وجودنا مع بعض في التحالف ووجود قاعده بيانات مشتركه، فقدرنا ان احنا ننسق كل المساعدات اللي بتحصل على مدار العام بشكل يبقى فيه يعني وصول للاكثر استحقاقا، ويبقى فيه تغطيه لاكبر عدد من المواطنين في اكبر مساحه جغرافيه. شهر رمضان بقى شهر الخير، احنا طول الوقت بيبقى كل الجمعيات بتحشد القوه بتاعتها وامكانياتها الماديه عشان تستعد له، ونبقى عندنا تارجت ان احنا نوصل لعدد معين من المواطنين. فالحقيقه الترتيبات بدات بقى لها اكتر من شهر، يعني ان احنا ازاي حتى في مرحله تحضير المواد الغذائيه وشرائها بقينا بنشتري مع بعض وبنجهز كراتيننا مع بعض وبنتفق على تصميم الحاجه مع بعض، واحنا هنروح في محافظه حدوديه يبقى انت هتروح في محافظه في الصعيد، يبقى احنا موجودين في الدلتا يبقى انت موجود في اسكندريه. الحقيقه المشهد ده بيحصل وبيتم تنفيذه وبقاله يعني ايام طويله جدا، ولكن كان لازم يطلع في يعني احتفاليه نوري فيها بقى مصر كلها ايه اللي تم. المتطوعين مئات الالاف من الشباب المتطوع، كميه الموظفين والتنفيذيين اللي اشتغلوا معانا بجهد رهيب جدا، اهالينا اللي قدرنا نوصل لهم في كل مكان. يمكن الجمعه اللي فاتت احنا عملنا زي كده محاكاه بس كانت في المحافظات على مستوى محلي، يعني كنا في 17 محافظه في نفس اليوم مع بعض، قدرنا ان احنا نطلع كلنا بشكل حضاري جدا في فكره التوزيع، وان الناس تيجي تاخد الحاجه بمنتهى يعني الاحترام والمستوى اللي يليق بالمواطن المصري ان هو يجي ياخد الحاجه الخدمه اللي احنا بنقدمها له، واللي احنا بنسعى ونجتهد انها تبقى على قدر يعني المسؤوليه. ده حصل، وحصل في نوع من انواع انه فعلا يعني التنسيق بشكل مركزي والتنفيذ بشكل لا مركزي طلع يعني شيء فعلا فعلا بيفرق على الارض، بيفرق في روح البهجه. السنه دي كان التوزيع وكل الجهود اللي بتتم دي بتتم في اجواء احتفاليه، مش في ان هي حد رايح مستحق او محتاج الحاجه وراح بياخدها بطريقه ممكن ما تكونش مناسبه دي، لا احنا بقينا حريصين ان القصص تخرج في شكل كرنفال. الناس بتروح مبسوطه واخده معاها اولادها، اولادها بيبقوا يعني جزء حتى من التعبئه وهم رايحين يستلموا الحاجه، هو بيختار اللي هو عايزه وبيشاور على الحاجه اللي هو نفسه فيها. فطبعا ان كل ده يتم كان لازم انه يتوج بقى بيوم يكون في يعني اكبر مكان ممكن يسع التجمع الكبير ده من المتطوعين، هو اكيد استاد القاهره، بمشاركة يعني كل الكيانات اللي في التحالف وكيانات أخرى. الحقيقة هي مش عضو في التحالف ولكن هي سندتنا وساعدتنا إن احنا نعمل الرسالة دي، فإن شاء الله يبقى يوم معبر عن مفهوم التحالف وفكرة التشبيك. طب ده شيء عظيم جدا. طب دكتور نهى، كم أسرة نقدر نقول إنها هتبقى من الأسر المستفيدة من مبادرة كتف في كتف؟
والله احنا يعني كان مستهدفنا اللي حطيناه في الاول خالص هو كان 4 مليون اسره، يعني نتكلم حوالي 20 مليون مواطن، ولكن حاله الزخم اللي اتخلقت حوالين المبادره وحاله التفاعل اللي حصلت من المجتمع، الحقيقه احنا لقينا مساهمات زادت ومساهمات المتابعين زادت اكتر، والحقيقه التارجت اللي احنا كنا نوصل له تخطيناه كمان بحاجز 0.5 مليون كرتونه. فاحنا دلوقتي بنتكلم ان في 4.5 مليون كرتونه يروحوا ل 4.5 مليون اسره. طبعا كل الاسر دي موجود بياناتها على قاعده البيانات. الاحسن من يمكن الكراتين او الاحسن من اللي احنا الدور اللي احنا بنعمله هو فكره ان يعني عدوى الخير بدات تنتشر طبعا، يعني فكره ان بدات الناس حتى طول النهار على التيك توك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، مبادرات فرديه من طلبه في الجامعه، من ناس جيران في شارع، من دفعه واحده بداوا هم كمان كتف في كتف بيجمعوا عشان يساعدوا ناس تانية قريبين منهم أو يبقوا موجودين في ناس تانية في نطاق يعني المكان اللي هم عايشين فيه. فالحقيقة هي بالنسبة لنا إن الرسالة وصلت، وده النجاح الحقيقي، إن كتف في كتف هي مش حاجة بتاعت التحالف الوطني. دي دعوة خير إحنا أطلقناها وكان أملنا إنها تنتشر وإن كل الناس تبتدي إنها تبقى مرتبطة بيها. ويمكن من أكتر الحاجات اللي أسعدتنا لما لقينا فيديو مجموعة من الأطفال في قرية عاملينه على كتف في كتف وهم بيخبطوا على البيوت وبيدوا الاطفال زمايلهم اللي في المدرسه جزء من مصروفهم او الحلويات بتاعتهم. فالحقيقه هي فكره انه المفهوم ده ينتشر هو ده النجاح وهو ده الهدف. وانا متاكده ان لو احنا بنعلن عن 4.5 مليون كرتونه ان في اضعاف الرقم ده بيحصل بس غير موثق، او احنا مش عارفين نرصده او نعمل له يعني تتبع وماله ماشي ما يجراش حاجه ما يجراش حاجة. طب أخيرا معلش أنا هطول عليكي حبة، الكرتونة أو صندوق كتف بكتف ده أو كرتونة كتف بكتف دي بتكفي كام يوم في رمضان؟ هل بتكفي 30 يوم كلهم وبتكفي عدد أسرة مكون من 4 ولا 5؟ هو الحقيقة إحنا المبادرة هي مبنية على فكرة إن الأسرة تكون تقريبا متوسط 5 أفراد، وهو ده متوسط نسق الأسر اللي موجودة عندنا على قاعدة البيانات. أيوه. بتكفي كام يوم؟ إحنا عندنا هقول لحضرتك إنه في يعني الكراتين مش موحدة، هي كراتين عندي بتبتدي حد الأدنى فيها كراتين بتحتوي على 15 كيلو جرام من المواد الغذائية. فاحنا بنقول ان دي تقريبا ممكن تكفي الأسرة في حدود من 12 ل 14 يوم. وعندي وصولا الى كراتين، ودي اول مرة الحقيقة ان احنا نعملها، يعني بتوصل ل 60 كيلو جرام، ودي بيكون فيها كمان لحوم ومجمدة وفراخ، ودي بتكفي الأسرة 5 أفراد لأكتر من 30 يوم. طب يعني لو ملاح نور يوسف فلان علان عايزين يشاركوا، فعاوزين مثلا نشتري او نتبرع او نقدم الكرتونه 60 كيلو جرام او الكرتونه 15 كيلو جرام، فعايزين نبقى جزء بقى من مبادره كتف في كتف، نعمل ايه؟ هو ليه مسارين. المسار الاول انه بيتم التبرع او دعم الجمعيات اللي هي اوريدي بتنفذ او بالفعل بتنفذ مبادره كتف في كتف، وهي كلها جمعيات معروفه وبقالها سنين ليها باع طويل في العمل الخيري وعندها يعني ثقه على الارض، وهي يعني جمعيات كلها غنيه عن التعريف، اذا كان بنك الطعام المصري، اذا كانت مؤسسه مصر الخير، جمعيه الاورمان، جمعيه رساله، مؤسسه حياه كريمه، بيت الزكاه والصدقات المصري، يعني اقصد في كميه من الجمعيات والشركاء اللي موجودين بينفذوا المبادره دي، نقدر نتبرع لهم بشكل مباشر ونختار ايه هي الحاجه اللي احنا عايزين نساهم بيها، انهي فئه من الكراتين. ده مسار. المسار الاخر هو فكره انه احنا يعني قدمنا نموذج، والنموذج ده الناس بتنفذه بقت بنفسها، بتروح وبتشتري الحاجه وبتعدي الحاجه وبتاخد الكراتين وبتبتدي انها تبحث عن المستحقين وتديهم عن طريق جمعيات قاعديه. فالحقيقه المسارين متاحين، وهي القصه كلها زي ما بقول لحضرتك المساهمه سواء معانا او المساهمه ان نخلق مسارات موازيه للي احنا بنعمله ونقدم للناس، ده هي كلها في الاخر كتف في كتف. طبعا حتى الشاب اللي بيجي يتطوع، حتى الشاب اللي هو بيجي بيقول والله انا عايز اجي معاكم في فعاليه التعبئه، ويمكن احنا كان عندنا فعاليه التعبئه الاسبوع اللي فات يوم الجمعه، كان عندنا فعاليه جميله جدا في الاسمرات، حي الاسمرات، كميه الشباب اللي جه معانا يتطوع، الحقيقه احنا ما حسبنا بس جهود المتطوعيه دي وفرت علينا فلوس قد ايه؟ لا، لقيناها الاف مؤلفه، لان هو في الاخر لما بيشيل الحاجات من العربيه وبيبتدي ان هو يعبي، ما هو دي عماله هو بيوفرها، لما بينقل لي الحاجه بعربيته، لما بينقل لي حاجه على بطريقته، لما بيعبي كرتونه، ما هي كل ده يعتبر فلوس. فهي في الاخر
اي مساهمه او اي جهد او اي حتى دعوه دي في الاخر بتترجم لفايده او منفعه وصلت للمستحق. انا مش عارف اشكركم ازاي، شكرا جدا يا دكتور نهى، دي من احلى واجمل وابدع المبادرات اللي انا سمعت عنها بصراحه. اشكرك جدا يا دكتور نهى، كل الشكر للدكتور نهى طلعت عبد القوي امين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.